هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 30 من أبريل. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، نخصص الجزء الأول منها لتناول تداعيات ومهام المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم رصدا للأحداث في العاصمة الصومالية مقديشو عبر موضوع من موقع الصومال الجديد الإخباري. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى نشرة للأخبار، هذه أبرز عناوينها: السودان يجمد اتفاقا لإقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر، السعودية تخطط لبيع جزء من حصتها في أرامكو لمستثمرين أجانب، وفرنسا تتجه لفتح المطاعم والمحال التجارية في منتصف الشهر المقبل. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. نقل موقع سكاي نيوز العربي عن مسؤول عسكري سوداني لم يكشف عن اسمه بأن السودان جمد اتفاقا مع روسيا تم توقيعه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير بإنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر. وقال المسؤول بأن حكومة الثورة أوقفت خطوات تنفيذ الاتفاق، وقال المسؤول بأن وثيقة اتفاق القاعدة الأولية نصت على إنشاء مركز دعم لوجستي في السودان يمكن من خلاله تأمين إصلاحات وعمليات التزود بالوقود واستراحة أفراد طواقم السفن البحرية الروسية، وتسمح الاتفاقية بتواجد 300 من أفراد القوات البحرية في القاعدة. وتبدي روسيا منذ سنوات اهتماما أكبر بالسودان بعد أن تزايد اهتمام القوى الإقليمية والدولية بمنطقة البحر الأحمر باعتبارها ممرا حيويا لمرور النفط والتجارة الدولية ونظرا لموقعها الاستراتيجي عسكريا. كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن شركة النفط الحكومية وأكبر شركة نفط في العالم وهي أرامكو تجري محادثات لبيع 1% من حصتها لمستثمر أجنبي كبير. وقال ولي العهد في مقابلة له مع التلفزيون الرسمي السعودي يوم الثلاثاء الماضي أن هناك نقاشا عن الاستحواذ على نسبة 1% من أرامكو من قبل إحدى الشركات العالمية الرائدة، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستكون مهمة للغاية لتعزيز مبيعات أرامكو في دولة ضخمة جدا. كما أضاف أن هناك أيضا نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة في جزء سيطرح سنويا في السوق السعودي. وأضاف ولي العهد السعودي أن تفاصيل بيع أسهم أرامكو يمكن الكشف عنها في غضون عام أو عامين. ورغم أنباء البيع قال محمد بن سلمان في المقابلة أن هناك تصور خاطئ عند الكثير من المحللين بأن السعودية تريد التخلص من النفط، وأضاف أن نحن نسعى مع أرامكو إلى تحويل 3 ملايين برميل إلى صناعات مختلفة بحلول عام 2030. وكانت شركة أرامكو قد أعلنت في مارس الماضي أن صافي أرباحها انخفض بنسبة 44% إلى 49 مليار دولار في عام 2020، إلا أن رئيس أرامكو السعودي ومديرها التنفيذي أمين ناصر قال أنه متفائل للغاية بشأن العام 2021، وأنه يتوقع أن تقترب الشركة من إنتاج 99 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري. بعد حظر ثالث استمر لمدة شهر كامل من منتصف أبريل وحتى منتصف مايو المقبل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء بعض البلديات الفرنسية ووزراء في حكومة جان كاستكس يوم الخميس الماضي أنه يريد إعادة فتح المتاحف والمقاهي اعتبارا من منتصف مايو المقبل، وكذلك المؤسسات التعليمية في بداية الشهر. وتزامنت هذه الإعلانات مع تخطي فرنسا عتبة 100,000 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا،
وجاء تصريح الرئيس في اجتماع عبر الإنترنت مع رؤساء البلديات، تحدث فيه عن خطته لإنهاء الحظر الثالث، ثم أتبعه باجتماع مع أعضاء حكومته. ومن المتوقع أن يتحدث اليوم مفصحا عن تفاصيل خطته للأيام المقبلة. وأكد ماكرون من جديد إعادة فتح المتاحف وساحات المقاهي ابتداء من منتصف شهر مايو، كما سيتسنى لمالكي الفنادق تقديم الإفطار الصباحي لزبائنهم داخل مطاعم هذه الفنادق بعدما كان يقدم في الغرف. وشدد ماكرون على ضرورة توخي الحذر وإنهاء الإغلاق الصحي بشكل تدريجي، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الوبائية لكل منطقة. وأكد رئيس بلدية فرنسية لم يكشف عن هويته في تصريحات للصحافة أن الرئيس الفرنسي أعلن لغاء الخميس عن إعادة فتح المدارس الابتدائية للتلاميذ في 26 من الشهر الجاري، والثانويات والمدارس المتوسطة في 3 من مايو المقبل. بهذا الخبر من باريس، مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرينا. السودان يجمد اتفاقا لإقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر. السعودية تخطط لبيع جزء من حصتها في أرامكو لمستثمرين أجانب. وفرنسا تتجه لفتح المطاعم والمحال التجارية في منتصف مايو المقبل. كانت هذه مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص الجزء الأول من الحلقة لخبر تعيين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا لها في القرن الأفريقي، وذلك عبر قراءة لعمود عين راصد الأسبوعي والتعليق عليه. ثم نتحول لتناول الشأن الصومالي بقراءة تعليق من موقع الصومالي الجديد يرصد الخطاب الأخير للرئيس الصومالي محمد عبد الله فورماجو. متابعة طيبة نرجوها لكم. هذه إذاعة إرينا. مبعوث أمريكي للقرن الأفريقي الحاد. كتب فتح عثمان لعين راصدة في 23 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين السفير جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي. فيلتمان البالغ من العمر 62 عاما يجلب للمهمة الجديدة خبرات دبلوماسية متميزة وخلفية أكاديمية غنية. تخرج فيلتمان في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية التابعة لجامعة تفتس المرموقة. خرجت هذه المدرسة العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والأجانب، إضافة إلى دبلوماسي الأمم المتحدة المشاهير مثل المرشح لمنصب الأمين العام ذات مرة الهندي ساشي تارور. عمل فيلتمان في سفارات الولايات المتحدة في كل من هنغاريا وتونس وإسرائيل قبل أن يصبح سفيرا لبلاده في لبنان، ثم شغل منصب مساعد الوزير للشرق الأدنى قبل أن يترأس قسم الشؤون السياسية في الأمم المتحدة. يتحدث فيلتمان وبطلاقة اللغات الهنغارية والعربية والفرنسية. حددت وزارة الخارجية الأمريكية مهمة المبعوث الجديد بالعمل على حل مشاكل القرن الأفريقي السياسية والأمنية، وتشمل قضايا الحرب في تيغراي وأزمة سد النهضة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، إضافة إلى العمل على تحقيق الاستقرار الشامل في الإقليم. أين سيكون موقع إريتريا في مهمة المبعوث الأمريكي الجديد؟ بالتأكيد أول اهتماماته بهذا الشأن ستكون مسألة تواجد القوات الإريترية في إقليم تيغراي، وسيتعامل مع هذه المسألة ضمن محاولة حل النزاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية هناك. لكن هل ستظهر في شاشة رادار المبعوث الجديد مسائل حقوق الإنسان في إريتريا؟ الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومن منظور استراتيجي شامل تنظر إلى إريتريا إلى أنها واحة مستقرة لا تهدد العالم ولا الإقليم على الأقل حتى الآن، وأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها أصبحت من المسلمات عليه. فإن المبعوث الجديد لن يخاطر بتناول هذا الشأن لسببين: الأول هو أن مهمته معقدة بما فيه الكفاية وأنه لن يزيد تعقيدها. ثانياً أن العلاقات بين أسمرة وواشنطن متوترة أصلا،
ولن يساعد ذلك في تحسين الأمور، خاصة وأن انتهاك الحريات الدينية للمواطنين يظهر سنويا في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في إريتريا. لذلك فإن الهم الشاغل للشعب الإريتري وهو موضوع حقوق الإنسان سوف لن يكون حاضرا ضمن أجندة عمل المبعوث الأمريكي. ولكن هل يدرك المبعوث الجديد وإدارته بأن مسألة حقوق الإنسان في إريتريا ودول القرن الأفريقي هي قطب الرحى للاستقرار المنشود؟ كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام مقال تحت عنوان مبعوث أمريكي للقرن الأفريقي الحاد من عمود عين راصدة الإسبوعي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كما أوردنا في بداية حلقة اليوم فإن مهمة المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الأفريقي ستكون موزعة ومقسمة لمواجهة عدة مشاكل في عدة بلدان في وقت واحد. أولا بالنسبة لإثيوبيا، يواجه المبعوث الجديد في إثيوبيا وضعا صعبا، أولا بسبب الحرب في غليم تيغراي. فمن ناحية وبناء على المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن الولايات المتحدة جادة في المطالبة بانسحاب فوري وشفاف ويمكن التحقق منه بالنسبة للقوات الإريترية وميليشيات الأمهارة من تيغراي، مع تأكيدات أمريكية واضحة بأن القواتين ارتكبت فظاعات في الإغليم، مما يعني أن التركيز سيكون على الانسحاب الفوري للقوات الإريترية ودعم الجهود الداعية لإجراء تحقيقات دولية في الفظاعات التي تم ارتكابها ضد المدنيين بواسطة القوات الإريترية وميليشيات الأمهارة وحتى من قبل ميليشيات الوياني نفسها التي لم تسلم هي الأخرى من ارتكاب فظاعات ضد إريتريين وضد أمهارة من المدنيين المقيمين في الإقليم. بالنسبة للوضع الإنساني فإن تواتر الأخبار حول احتمال مجاعة وشيكة في إقليم تيغراي تجعل المبعوث يضغط باتجاه وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، وهذه خطوة لن تتم ما لم يتم التحقق من الانسحاب الكامل للجيوش التي يمكن أن تعيق عمليات وصول المساعدات الإنسانية. الجزء الثاني من مهمة المبعوث ينقسم إلى قسمين، الأول هو وبعد ضمان انسحاب القوات الإريترية وميليشيات الأمهارة وانحسار المواجهات بين الجيش الإثيوبي وقوات ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تبدأ فكرة طرح الحلول السياسية، وهي الحلول القائمة على فكرة وقف القتال وإعطاء ضمانات لبدء محادثات بين أديس أبابا ومقلي بإشراف دولي، وذلك لمنع الحل العسكري، وهذه خطوة تبدو بعيدة حاليا ولكنها ليست مستبعدة من جدول أعمال المبعوث والذي سوف ينفذ سياسات وزارة خارجية بلاده والتي تطالب بحل سلمي للنزاع في تيغراي. هذه إذاعة إرينا. القسم الثاني من مهمة المبعوث في إثيوبيا هو ضمان إجراء الانتخابات في إثيوبيا بدون أي صدامات عرقية، مع تطمين أطراف الأزمة ومساعدة الحكومة على إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في الصيف المقبل حتى يستقر الوضع العام في البلاد. وهذه مهمة شاقة ولن تكون سهلة في ظل المخاوف من انفجار الأوضاع في أي وقت. الجزء الأخير من مهمة المبعوث في إثيوبيا هو العمل على تهدئة التوتر مع السودان ومحاولة نزع فتيل النزاع المحتمل على الحدود، وهذه سوف يتعاون فيها المبعوث للقرن الأفريقي مع المبعوث الأمريكي للسودان، ويمكن حلها بزيارات متعاقبة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وضمان أنه لن تنشب حرب في الحدود بين البلدين. وسيحتاج المبعوث للتعامل مع هذا الملف إلى خبرات الاتحاد الأفريقي ودوره الذي بذله حتى الآن في مفاوضات سد النهضة. ولكن السؤال، هل يستطيع المبعوث الجديد التعامل مع إريتريا؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهم أولويات المبعوث الجديد ستكون ضمان انسحاب كامل وفوري يمكن التحقق منه للقوات الإريترية من تيغراي كما ذكرنا، وهذه مسألة تتعلق بالطرف الإثيوبي أساسا، فهو الذي سيطلب من القوات الإريترية الانسحاب. وكما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي في زيارته لأسمرة بأن القوات الإريترية ستنسحب فورا، ولكن ذلك لم يتم ولن يتم التحقق منه بواسطة طرف ثالث. إذن سيعمل المبعوث على هذه النقطة حتى يضمن وجود استقرار يسمح بمرور المساعدات الإنسانية لمنع خطر المجاعة المحتملة كما ذكرنا، ولتمهيد الأرضية لحلول سياسية أيضا للنزاع.
لن تكون أسمرة متجاوبة مع المبعوث الجديد، على الأقل بسبب التوتر في العلاقات بينها وبين واشنطن، حيث أن أسمرة تتخوف من إدارة بايدن الديمقراطية لموقفها الواضح من تورط القوات الإريترية في تيغراي، وهو الأمر الذي تتكتم عليه أسمرة ولا تريد الحديث عنه. وقد لا يحتاج المبعوث لزيارة أسمرة، لأن الضغوط التي قد تفرضها الولايات المتحدة على إريتريا قد تسهل مهمته بدون حاجة للتواصل مع المسؤولين الإريتريين. هذا يعني كما أشرنا بأن الوضع في إريتريا خاصة الوضع المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان لن يكون مدرجا في مهام المبعوث الجديد، لأن هذا الموضوع سيكون بمثابة عش الدبابير الذي سيعقد مهمة المبعوث، رغم أن إريتريا دائمة الحضور في تقرير وزارة خارجية الأمريكية السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان الدينية ووجود المئات من السجناء في البلاد على خلفية دينية، ويشمل ذلك المسلمين وطوائف مسيحية متعددة. هذه إذاعة إرينا. أما بالنسبة للصومال، فقد تواجه المبعوث الجديد مهام من نوع آخر، أهمها هو ضمان استكمال الانتخابات الصومالية وقيامها، خاصة بعد تراجع الرئيس فورماجو عن قراره بتمديد رئاسته لسنتين بسبب السخط الشعبي يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، واللذان أجبراه على إلقاء فكرة التمديد. يحتاج المبعوث هنا إلى العمل بشكل لصيق ومكمل مع السفير الأمريكي في الصومال دان ياماموتو، والذي كان يدعم جهود المصالحة الوطنية وضمان إجراء الانتخابات في موعدها، وسوف يعتمد كل من السفير والمبعوث على تهديدات الولايات المتحدة السابقة بمعاقبة الأطراف التي تعيق التسوية السياسية في الصومال. أما بالنسبة لجيبوتي، فليس هناك مشاكل عاجلة تستدعي قيام المبعوث بجولات ماكوكية، ولكن سوف يعتمد على الدور الجيبوتي في المنطقة من أجل تحقيق أجندته الخاصة، وخاصة المطالبة بتهدئة التوتر الحاصل في إقليم العفر حتى لا يمثل بؤرة أزمة جديدة في المنطقة. وفي كل الأحوال ستكون مهمة المبعوث شائكة ومعقدة وموزعة جغرافيا على عدة دول، مما يعني أن ثمار جهودي لن تظهر على الملأ بشكل سريع. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تعليقا حول المهام والتعقيدات التي تواجه المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي متابعة لشأن الصومالي، نقدم لكم تقريرا من موقع الصومالي الجديد تحت عنوان خطاب فورماجو عودة إلى المربع الأول. ويقول التعليق: انتظر الشعب الصومالي مساء يوم الثلاثاء خطاب الرئيس المنتهي ولايته محمد عبد الله فورماجو بفارغ الصبر، بعد أن أعلن حلفائه من الولايات الإقليمية والقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي يوم الثلاثاء 27 الجاري رفض قرار تمديد ولايته وولاية البرلمان الصومالي الذي صادق عليه في 12 من شهر أبريل الجاري، الذي انتهت فترة عمله في 27 من ديسمبر الماضي، ومطالبتهم بالعودة إلى مائدة المفاوضات ومواصلة المناقشات في اتفاقيات 17 من سبتمبر من عام 2020 المبرمة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولايات وتوصيات اللجنة الفنية في 16 من أبريل الماضي. وكان الشارع الصومالي يأمل في أن يقدم فورماجو تنازلات كما كان يقول دائما بعد تردي الأوضاع في البلاد ونشوب معارك شرسة في العاصمة مقديشو في الأيام الفائتة بين القوات الموالية له وقوات حكومية أخرى رفضت التمديد، وتأثر سكان العاصمة بذلك، والذين بدأوا منذ أكثر من عقد من الزمان النزوح من ديارهم بعد أن تحولت أحياء العاصمة مقديشو إلى ساحة مفتوحة للقتال. هذه إذاعة إرينا. ولم يكن جديد في خطاب فورماجو، فقد ذكر كما جرت به العادة أن حكومته مستعدة لإجراء انتخابات آمنة في البلاد في وقتها، وأنحى باللائمة على من وصفهم بشخصيات خاصة، إشارة إلى رؤساء بعض الولايات الإقليمية التي عارضت مشروعه الهادف إلى التمسك بالسلطة، وعلى دول أجنبية يقصد بها تلك التي رفضت محاولات التمديد وطالبت مرارا وتكرارا بإجراء الانتخابات الفيدرالية في أسرع وقت ممكن
على أساس اتفاقية 17 سبتمبر 2020، وأشار إلى أن تلك الجهات أصبحت عقبة أمام الانتخابات، وأضاف أن هدفها كان إعادة البلاد إلى مرحلة الدمار وحدوث فراغ دستوري. وأشاد فورماجو بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء ورؤساء ولاية غولمودوغ وهيرشبيلي وجنوب الغرب ومحافظ إغليم بنادر، ورحب بدعوتهم مجددا إلى العودة إلى الاتفاقيات السابقة بشأن الانتخابات الفيدرالية، ودعا جميع الأطراف الصومالية إلى إيقاف كل من شأنها أن يقود البلاد إلى عدم الاستقرار، بما في ذلك تسييس القوات الوطنية وتقسيم الشعب وتدمير ممتلكات المواطنين. لا شك أن تسييس القوات الأمنية هو أحد أشد العقبات التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة، ومعلوم أن حكومة فورماجو هي التي فعلت ذلك، حيث استخدمت قواتها للإطاحة بثلاث إدارات إقليمية، وأرسلت قواتها أيضا إلى إغليم جيدو لفصل الإغليم عن ولاية جوبالاند، كما استخدمت الشرطة والجيش لمنع مظاهرات سلمية دعت لها المعارضة في مقديشو في فبراير الماضي، وهاجمت مقر إقامة الرئيسين السابقين حسن شيخ محمود وشريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، ثم استخدمتها مرة أخرى لمهاجمة منزلي الرئيس السابق حسن شيخ وزعيم حزب وجر عبد الرحمن عبد الشكور في مطلع الأسبوع الجاري، الأمر الذي كان السبب في اندلاع معارك عنيفة في بعض مديريات العاصمة. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تعليق حول الوضع في الصومال من موقع الصومال الجديد تحت عنوان خطاب فورماجو عودة إلى المربع الأول. وكالة فورماجو الاتهامات لمعارضيه ومن وصفهم بسياسيين شغلوا مناصب في الدولة، وأشار إلى أنهم يعملون على زعزعة الاستقرار في البلاد، في إشارة إلى الرؤساء السابقين وغيرهم من السياسيين الكبار المعارضين لتشبثه بالسلطة، والذين صوروا على المضايقات التي تعرضوا لها في السنوات الماضية، بما في ذلك منعهم من السفر وتنظيم مظاهرات سلمية، والذين انتظروا حتى انتهاء ولايته الدستورية في 8 فبراير 2021، حيث يطالبونه الآن بإجراء الانتخابات، رافضين بقائه في السلطة بطرق غير قانونية. واستمر الرئيس المنتهي ولايته في اتهاماته لمن يقول أنهم أجانب يبذلون الجهد والمال لتقويض التقدم الذي أحرزته البلاد ليحصلوا على مصالحهم الخاصة، وذكر أن حكومته رفضت اتخاذ الشباب الصومالي وقودا للحرب، مشيرا إلى أنه اتضح للشعب من يرفض الانتخابات ويريد تدمير الدولة ويبحث عن الحكم بإراقة الدماء، ومن ينتصر للسلام والدولة والشعب الصومالي ويريد أن يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل. ولكن لا يخفى على المتابعين لشأن الصومالي أن الأزمة الحالية في البلاد سببها فشل حكومته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وإفشالها كل المؤتمرات التي عقدت من أجل تحقيق ذلك، والتي كان آخرها مؤتمر أفسيوني الذي أعلنت حكومته فشله لإعلان التمديد غير القانوني الذي كانت تصب إليه منذ زمن بعيد. هذه إذاعة إرينا. نواصل معكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام قراءة التعليق السياسي حول الشأن في الصومال من موقع الصومال الجديد، وهو تحت عنوان خطاب فورماجو يعيد الأشياء إلى المربع الأول. ويواصل التعليق قائلا: ولفت فورماجو إلى أنه لكونه المحافظ على الدستور وأن من مسؤولياته التوفيق بين الاتفاقيات السياسية السابقة وبين قانون التمديد الذي صادق عليه مجلس الشعب، سيمثل أمام مجلس الشعب الصومالي يوم السبت المقبل أي غدا للعودة إلى النظام الانتخابي المتفق عليه في السابق، مشيرا إلى أنه يرى أن الحل يكمن في الحوار وتقديم التنازلات وإتمام اتفاقية 17 سبتمبر 2020 وتوصيات اللجنة الفنية في 16 فبراير الماضي، داعيا الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إلى اجتماع سريع دون شروط مسبقة لإتمام ما تبقى، وأمر الأجهزة الأمنية بالمحافظة على أمن العاصمة وسلامة الشعب الصومالي. والمعلوم أن انتهاكات فورماجو للدستور وقوانين البلاد الأخرى هي التي أوصلت البلاد إلى الوضع الراهن، فهو الذي أوعز إلى مجلس الشعب الصومالي تمديد 2 في ولايته ووقع على ذلك، مغلقا بذلك باب الحوار، إلى أن النتائج السيئة المترتبة على ذلك أجبرته مرة ثانية على العودة إلى مائدة المفاوضات وعلى مثوله أمام مجلس الشعب الذي ساهمت رئاسته في إثارة الفوضى في البلاد
لحفظ ماء الوجه، وإلا فإن المجلس انتهت شرعيته في أواخر ديسمبر الماضي، وتعتبر جميع القرارات التي صادق عليها بعد ذلك لاغية وباطلة. والحقيقة الوحيدة التي كشف عنها خطاب فورماجو هو فشل مشروع التمديد وإعلان وفاته بعد أن عارضته الولايات الحليفة له، والعودة إلى المربع الأول وإلى المحادثات بشأن الانتخابات التي لن تسفر عن أي نتيجة. وكيف تسفر عن نتائج وفورماجو يتهم في خطابه أصحاب المصلحة السياسية الآخرين برفض الانتخابات وتدمير الدولة وغيرهما من الاتهامات، كما يتهم المجتمع الدولي الذي يقدم الدعم للصومال بأنه يعمل على تقويض التقدم الذي حققته البلاد. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناه لتناول الشأن في الصومال بقراءة تقرير من موقع الصومال الجديد تحت عنوان خطاب فورماجو عودة الأمور إلى المربع الأول. وبهذا القدر مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. قبل الختام أعيد لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السودان يجمد اتفاقا لإقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر. نقل موقع سكاي نيوز العربي عن مسؤول عسكري سوداني لم يكشف عن اسمه بأن السودان جمد اتفاقا مع روسيا تم توقيعه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير بإنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر. السعودية تخطط لبيع جزء من حصتها في أرامكو لمستثمرين أجانب. كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن شركة النفط الحكومية السعودية وأكبر شركة نفط في العالم أرامكو تجري محادثات لبيع 1% من حصتها لمستثمر أجنبي كبير. فرنسا تتجه لفتح المطاعم والمحال التجارية في منتصف مايو المقبل. بعد حظر ثالث استمر لمدة شهر كامل من منتصف أبريل وحتى منتصف مايو المقبل، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعض البلديات الفرنسية ووزراء في حكومته أنه يريد إعادة فتح المتاحف والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر مايو الماضي، إضافة إلى فتح المؤسسات التعليمية في نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل. وتزامنت هذه الإعلانات مع تخطي فرنسا عتبة 100,000 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا. وجاء تصريح الرئيس في اجتماع عبر الإنترنت مع رؤساء البلديات تحدث فيه عن خطته لإنهاء الحظر الثالث، ثم أتبعه باجتماع مع أعضاء حكومته. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس مساء اليوم مفصحا عن تفاصيل خطته للأيام المقبلة. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.